هيبقوا 30 طن. 30 طن؟ زين يا واد عمي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا أهلا سعادة البيه. أهلا يا باشمهندس. ازيك يا جابر؟ أهلا يا باشا. أهلا وسهلا. أهلا يا بيه، اتفضل. كرسي يا همام. ملوش لزوم يا باشمهندس، ملوش لزوم. أنا بس في خبر حلو عندي كده، جيت أبلغه لكم بنفسي. خير يا بيه؟ خير إن شاء الله. ألف مبروك يا جابر، أنت بقيت عمدة النجح. الله يبارك فيك يا باشا. الله يبارك فيك. ألف مبروك يا واد عمي. يبارك فيك يا واد عمي. مبروك. الله يبارك فيك. الله يا سعادة البيه، ما الخبر الحلو ده يستاهل تقعد وتشرب حاجة. يا سيدي الله يبارك فيك، ملوش لزوم، أنا بس عندي مشوار ومستعجل. تسمح لي بس في كلمة على انفراد. وماله يا باشا، اتفضل. عن إذنك يا جابر. اتفضل يا باشا. بالإذن يا واد عمي. اتفضل يا أحمد. خير يا بيه. خير ان شاء الله يا باشمهندس. اسمع يا باشمهندس، في كلمتين عايزك تركز معايا فيهم. جابر لازم يغير معاملته مع الناس، ولازم يهتم بمصالح النجح ويشوف الناس طالبه ايه وينفذه لهم. على فكره الكلام ده انا طالبه منك انت بالذات، لانه مش هتقبله من حد غيرك. مفهوم مفهوم يا باشا. يلا ربنا يوفقكم. الله يكرمك. الف سلامه. خطوه عزيزه يا باشا. متشكرين متشكرين قوي. مع الف سلامه. ألف ألف مبروك يا واد عمي. يبارك لنا فيك يا واد عمي. لا قول لي، مأمور كان عاوزك فيه بقى يا سيدي؟ البيل مأمور كان بيوصيني عليك، بيوصيني أقف جارك وساعدك في المسؤولية الكبيرة دي. بس أنا طمنته، قلت له جابر واعي زين وقدها وقدود. وطبعا يا واد عمي أنت خابر إن العمودية عندينا من كابر الكابر، وكلهم والحمد لله كانوا قد المسؤولية. خابر حديثك زين يا عاد عمي، خابره زين. ما تخافش، ادعي لي بس ان ربنا يكرمني ويقدرني واشوف مصالح الناس ومصالح الناجع. ربنا يوفقك يا جابر، ويكون في علمك لو احتجت مني اي حاجة انا تحت امرك. وفي غيرك يا عاد عمي؟ بالاذن عاد نروح نفرحهم في الدار. وانا كمان هكلم الحاج عبد الجليل في التليفون وابلغه الخبر الزين ده. الف مبروك يا عمده. الله يبارك فيك يا واد عمي. الله يبارك فيك. الف سلامه. سلامه. ايوه يا حاج. ده. يا سيف، سيف شغلك وجاي ليه؟ في ايه؟ اجازه النهارده. ايه، عيان ولا حاجه يا حبيبي؟ لا اصلي مسافر. عن نجح طبعا. لا رايح القاهره. عندك مأمورية هناك ولا ايه؟ تعال اقول لك. جابر خد بالك. ايه؟ استنى يا سيف، وحشتني فرايح اشوفك. نعم يا حبيبي. نعم يا حبيبي، انت اتجننت ولا ايه؟ النهارده يوم طبيخ. سيدي عوضها لك في عزومه تاني. المهم انا هاخد اول طياره واروح ازورها وارجع على طول. مش عاوز حد يحس ان انا غايب، خصوصا اللي في النجع. واذا سالوا عليك بتوع النجع قول لهم انت فين. يا سيدي غطي عليا يا اخي. ايه ما تعرفش تقول اي حاجه؟ ماشي يا سيدي، هغطي عليك واقول اي حاجه، بس ابعد الجمايل دي. ترد لك في الافراح ان شاء الله. لا يا حبيبي، انت نسيت العزومه ولا ايه؟ ماشي، ما عاوزت حاجه من هناك. ربنا يبارك فيك. يلا سلام عليكم. سلام يا اخويا. أنا مش موافقة على كده. عايز نضحك على أبويا وأمي بعد العمر ده كله؟ تضحك عليهم في إيه؟ ده جواز على سنة الله ورسوله. جواز ماشي، بس بالقبول بالموافقة. أنا أكلم مع ندى ونوافق تتجوز ولدي أحمد، ساعتها أنا فاتح أمي وهي تكلم أبوي. واه 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 واه، وعليه اللفة دي كلها؟ ده لو الحج عرف إن إحنا لفينا اللفة دي يقطع خبري وخبرك كمان. بقول لك يا محفوظ، إيه اللي خلاك تفكر دلوقتي في جواز احمد وندى؟ النصيب. اتكلم على طول يا محفوظ. تعالي نحسبها بالعقل. لو جات لك فرصه انك تريحي ولدك احمد وتخليه يعيش مرتاح طول العمر، تزعلي؟ لا، بس بالاصول. ما هي بالاصول برضه، مين قال غير كده؟ احنا لما نناسب الباشمهندس وناخد منه الدكتوره، ابوها مش هيتاخر عليها في اي طلب. صح. ايوه، والتقيله هتبقى عليهم.
والخفيفة تبقى علينا، وانت عارفة ولدك أحمد لسه قدامه الطريق طويل، محتاج حد يوقف جنبه. قلبي مش مرتاح لك يا محفوظ. انسى اللي فات يا فاطمة، أنا خلاص اتغيرت ومعاش قدامي هم دلوقتي غير إن أشوف مستقبل أولادي وأمن مستقبلهم. أيوة أمال، ومفيش أحسن من الجوازة دي عشان أمن مستقبل أحمد. قولك ده، ده غير الطين اللي هتورثه، وأنا خابر إن الحاج عبد الجليل بيحب الدكتورة وأكيد هيكتب لها حاجة باسمها. يا راجل يا دون، أنا دلوقتي هروح لأبويا الحاج وأحكي له على كل كلمة قلتها. وافرض قلتي له، أنت عارفة الحاج زين، أهم حاجة عندي إن محدش ياخد الأرض وما فيش حد غريب يدخل العيلة، ولا نسيت يا فاطمة؟ يا ريت نقدر أنسي، أدي كل اللي صعبان علي. البت ندى هتعيش نفس العيشة اللي أنا عشتها ونفس الأيام السودة اللي مرت علي. لا، أحمد ولدي غيري، أحمد متربي مش زيي. فدي عندك حق. خلاص ادعي لهم ربنا يوفقهم، وبكره ولا بعده نروح نفاتح الحج، ولا اقول لك نستنى لما النتيجه تطلع عشان يبقوا فرحانين وما ياخدوش بالهم ويوافقوا على طول. ادعي لهم بقى، ادعي ربنا يستر ويسامحني. بتدعي لهم ولا بتدعي عليهم؟ الف مبروك يا عمدة. اوعاك تعمل كده تاني يا مجاهد. تعرف بقالك كديه معانا؟ أبوي، أبوي كان بيعزك كأنك واحد منينا. ربنا يعز مقدارك يا سي جابر. عشان كديه يعني عايزك تبقى معي كيف ما كنت مع أبوي. مالك مجاهد؟ كأنك مستمعني يا ولدي. ما مصدقش إنك سي جابر اللي عرفناه العمر كله. لا صدق، خد ده حلوان العمودية. ولا ربنا يسعدك ويعلم مقامك كمان وكمان. يخليك يا مجاهد. أبداً أموي، أصلي افتكرت المرحوم أبوي. العمر الطويل ليك يا ولدي والبركة فيك. مش عايقوله اللي خلف ما ماتش. كان نفسي يكون موجود النهاردة عشان يشوفك وانت عمدة. لا يا أموي، عشان يشوف جابر وهو متغير، عشان يشوف جابر جديد. مالك أمي، إلى أيام اللي جاية هحاول أصلح فيها اللي فات، ومش هخلي حد يزعل مني واصل، ولا أنت كمان يا ست الحبايب. أنا عمري ما زعل منك يا ولدي. لساك بتعرفي تخبي أمي، عينيكي كشفاكي. فاكرة زمان يا أمي وأنا صغير، والعلق اللي كنت بتدهاني لما كنت بزوغ من المدرسة، وفاكرة كمان العلقة الكبيرة قوي قوي لما قفشتيني جنب الزريبة وأنا بشرب سيجارة. فاكرة يا أمي؟
لساك فاكر يا ولدي؟ خلاص يا جابر، اللي راح راح، وعلى رأي المثل أدعي على ولدي واكره اللي يقول أمين. ادعي لي أمي. دعيالك يا ولدي، دعيالك من قلبي. أنا هروح أبل الشربات عشان النجع كله يشرب حلاوة العمودية والعمدة الجديد. خدمة تانية يا حجة؟ تسلمي لي. لا ما فيش، روحي روحي شوفي شغلك. يا سلام، ايه الهدوء الجميل ده؟ شوف الدار لما تبقى فاضية علينا انا وانتي، بتبقى هادية كيف. دي سنة الحياة يا حج. بقالي سنين طويلة انتظر الفرصة دي اننا نبقى لوحدينا من غير عزول. ايه الكلام ده؟ اسمع اللي بقولك عليها بدردر. قومي وسيبي شعرك واعملي القصة اللي كنت عاملاها يوم دخلتنا، فاكرة؟ بقالك زمان ما قلتليش يا بدردر، جاي تقولها لي دلوقتي يا راجل؟ ايه اللي جرالك؟ قومي اعملي اللي بقولك عليه، ما تصديش نفسي امال. قومي تصبحوا بالخير. عايزة حاجة يا عمتي؟ مبسوطة، ضيعت الوقت في الكلام. عايز حاجة يا عمي؟ لا، ده كان في حلمة كنت بحكي لها عني. يعني انت هتفضلي واقفة كده؟ ما تعملي لنا كوبايتين شاي. مش شاي هاي يا عمي، نخليها قهوة. قهوة اعملي لنا يعني، اتحركي. حاضر يا عم. بكرة تندمي. انا من النهارده تقولي لي يا دكتوره ندى نجحت يا امي. صح، بقيتي دكتوره؟ يا الف نهار ابيض، يا الف نهار مبروك. بارك لي يا جدي. الف مبروك يا بنتي، الف مبروك، عقبال ما نفرح بيكي. ربنا يخليك ليا ويديلك طول العمر يا جدي. الف مبروك يا بنتي، عقبال ما نبارك لك في دارك ان شاء الله. رايحه وين يا عمي؟ قبل الشربات بنفسي للدكتوره. لا، انا هعمل كل حاجه. لا انا جايه معاك. اخيرا يا جدي الواحد ارتاح من المرواح والمجي، من النزع الاسيوط ومن اسيوط للنزع. الف مبروك يا بنتي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا اهلا بالعزيز الغالي. تفضل يا ولدي. كيفك يا دكتوره؟ الحمد لله. امال امي وجدتي فين؟ بيبلوا الشربات عشان الدكتوره. والله وعملتيها وبقيت دكتورة صح. مال يا ابني فاكرني؟ ماشي يا لمضة، مبروك. الله يبارك فيك. طب بعد إذنك يا جدي هدخل أسلم على أمي وجدتي. روح يا ولدي، ما قلت ليش أدام وين؟ عند أمي جميلة. تعرف يا دكتورة، جدتك بدرية دي بكرة تندم. قول يا ولدي بالهنا والشفا. يا سلام، الواحد ما بيحسش انه كلب جد غير لما بيجي هنا. كيفك يا ولدي؟ الحمد لله يا جدتي. انا عايزك تسامحيني، انا ما بقدرش اجي هنا على طول عشان ظروف شغلي، بس والله اول ما الفرصه بتاجي باجي على طول. ربنا معاك يا ولدي. امال وينه سيف؟ هو الولد ده مش عاوز يشوفني ولا ايه؟ لا ازاي،
هو قال لي انه يروح يسلم على امه وجدي وجدتي وهيجي على طول. اما قوم اعمل لك الشاي، كل يا ولدي كل. والله يا جدتي انا ما بحس ان انا عايش بجد غير لما باجي هنا واكل من يدك الحلوين دول. ربنا يخليك لي يا رب. ربنا يسعدك ويرزقك ببيت الحلال اللي تريح بالك يا ابني. ايوه حلوه قوي الدعوه دي، دعالي كمان الله يخليكي. اسمي مش هقدر اقول لك عليه. شفتك وين؟ شفتك وخلاص. بالقمر انت اسمر وشعرك اسود ولابس نظاره صح؟ شفت ان انا عارفه عنك كل حاجه. ايوه في الجامعه في كليه الاداب. مش هقدر اقول لك اكتر من كده يا ساميه. هنقفل دلوقتي ونبقى نحددك بعدين. يا بنت. ايوه يا ام، عاوزه حاجه؟ انت وينك يا بنت؟ انا كنت قاعده جوه. طب همي قدامي، همي نحضر الوكل لابوكي زي ما انتوا عاوز. واه يا ام، هو انا ما اتعلمتش ليه؟ ولازمته ايه العلام للبت يا بنتي؟ مسيرك لبيت جوزك. اشمعنى ندى بنت عم احمد؟ هتبقى دكتوره قد الدنيا والنجعه كلتها مليانه ناس متعلمين. كل واحد حر، وبعدين البنات دول بيتعلموا عشان يشيلوا الهم مع اهاليهم، انما انت ساميه بنت جابر مش محتاجه حاجه واصل. يعني المحتاجين بس اللي بيتعلموا؟ ما ندى بنت باشمهندس وجدها اكبر واحد في النجع، يعني مش محتاجين حاجه. يا عبيطه، البنت لازم تتدلع، لازم تتهنن. العلام ده للرجاله، هم بقى يشتغلوا ويشجوا ويتعبوا ويعودوا للدار، احنا نريحهم ونهنينهم ونشوف طلباتهم. وعيال حديثي فكرك كده يما؟ امال ايه، بكره تشوفي ندى دي هتتجوز واحد شكله ايه وانت تتجوزي واحد شكله ايه. امال ايه، كل فوله ولها كيان. عندك حق يما. يا حبيبتي انت ساميه بنت جابر ولد عبد الوهاب كبير النجل، يعني كل تخين في البلد يتمنى التراب اللي بتمشي عليه. همي معايا ضمان إني زمان أبوكي معاود، ولو رجع وما لقاش الوكل هيبوظها علينا وإحنا ما ناقصينش. اللي واخد عقلي وإن قلت لك إني كنت بفكر فيكي مش هصدقك. طب أحلف لك بيه عشان تصدقي. تحلف لي؟ ده أغلى حاجة عندي. وحياتك أنت يا فرح، كنت بفكر فيكي. واه، يعني أنا أغلى حاجة عندي؟ شفتي؟ للدرجة دي بتحبني يا محروس؟ واه، لساك ما خبراش بحبك قديه. يا ليلتك اللي مطينة طين يا محروس. ومطينة ليه يا محروس؟ ما الحال من بعضي. صح الحال من بعض يا بنت. بقول لك ايه، واه، وده مين اللي جاي دلوك؟ ما اروح اشوف مين، وان لقيت مش مهم هوزعه ونرجع ونكمل حديثنا. تفضل يا مرت عمي، تفضل. كيفك يا محروس؟ الحمد لله. ازيك يا محروس؟ عامل ايه؟ الحمد لله يا ادهم، اتفضل. اوعك كنا جينا في وقت غير مناسب ولا حاجه. يا راجل بيت بيتك. فرح. مين يا محروس؟ واه، كيفك يا بنتي؟ منوره يما. كيفك يا ادهم؟ ازيك يا فرح، عامله ايه؟ بقول لك ايه؟ انا جبت لك دي معايا من لوكسور وانا جاي. اتفضل. ربنا يخليك لي يا ادهم. كيفك يا محروس؟ كيفك يا ولدي؟ الحمد لله يا مرات عمي. اوعاك تكون فرح مقصر معاك كده ولا كده؟ فرح وفي ست زي فرح. طب بقول لك ايه؟ تعالى نقف في البلكونه اقول لك كلمتين، الظاهر انه ما عايز اكلم فرح فكان. اتفضل. اقعد يا بنتي، اقعدي. كيفك يا فرح؟ كيفك يا بنتي؟ ومحروس عامل معاك ايه؟ انا اتجوز؟ ليه يا عم، انا اتجننت ولا ايه؟ بس الجواز حلو، وخصوصا لما اكون متجوز واحده زي فرح، طيبه وحنينه وطبعها هادي. حيلك حيلك يا عم، احنا صعايده، ولاحظ ان انت بتتكلم عليها ديت وبقى اختي. بس الجواز مفيد للي زيك يا ادهم. لا يا عم، حلو ليك انت. ليه؟ انا دلوقتي عامل زي العصفور الحر، كل يوم على شجره، على الشجره دي النهارده، على الشجره دي بعد بكره، بعدها كده كده. لكن انا ايه اللي يجبرني ان ارجع البيت كل يوم الاقي واحده قاعده لي عامله لي كده؟ كنت فين؟ ورجعت ساعه كام؟ لا يا عم، حلال عايزك. يا جناب العمده، يا جناب العمده، تعال اللي قارش اللي جابوك.
الواد سلمى ولد اسماعيل عايز يقابلك يا جناب العمده. خليه يدخل يا مجاهد. تحت امرك يا جناب العمده. ادخل يا سلماوي. يا ساتر. السلام عليكم حضرة العمدة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. الله يطول عمرك. اقعد. ربنا يخليك حضرة العمدة. مالك يا ولد؟ أصل ما تتحدث على طول يا ولد. أصل معيانا حضرة العمدة وعايزين نؤدوها للحكيم وما قدرش. ما أنت خابر باللغتا يا حضرة العمدة. هنشتغلوا يوم وعشرة لا؟ ده حتى اللقمة والله بناكلها بالسلف والدين. لا حول ولا قوة إلا بالله. خد يا ولد. يا ابنك انت انحب عليها يا حضرة العمدة. الله العظيم. ربنا يخليك وما يحرمناش منك. اسمع يا ولد. بسرعة تروح تود أمك للحكيم. ربنا يطولنا في عمرك يا حضرة العمدة. سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. استنى يا ولد. أمر يا حضرة العمدة. من بكرة تاجي تشتغل في أرضي مع المفار. خدامك يا حضرة العمدة. عشان ما تمدش يدك لحد واصل. اللي تؤمر بيه يا حضرة العمدة. سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا حول ولا قوة إلا بالله. تؤمر بحاجة تانية يا جناب العمدة. تؤمر بحاجة تانية. فز يا بت، فز مش يا بت، انت بتروح مديش ولا ايه؟ الله يرحمك يا بوي. جرالك ايه يا محفوظ؟ قلنا مدة ما شفناكش، لعل المانع خير ان شاء الله. خير يا حاج، الدنيا مشاغل ومشاغل المزرعة. تصدق انا بحمد ربنا ان احمد ولدي طلع دكتور بيطري. هو مال عشان ياخد باله من البهايم، وبصراحة كل البهايم بيحبوه. مش عايش وسطيهم ولا ايه؟ ايوه بدي عندك حق. ايه يا دكتور قاعد ساكت ليه؟ سلامتك يا جد. عزيت في المرحوم عز الرجال يا حاج. عملت الواجب من يومين الله يرحمه. اسكت على اللي حصل بعديها. ولاده مسكوا في بعضيهم، ورجالة بناته عايزين حق حريمهم، وكانت هتغفلك لدرجة ان كل واحد مسك سلاحه في وش التاني كده. مش حصل يا احمد؟ حصل. حصل يا جد. بلغني ورصدوني لاجل ما اعمل لهم جلسة عرب واصلح بينهم، وجايين بكرة. بعد اللي حصل ده يا حج انا قلت يا سلام عليك يا حج عبد الجليل. ايوه كان عندك بعد نظر في اللي عملته مع الباشمهندس احمد زمان. ايوه امال، ما هو لما الغرب بيدخلوا في العيلة المشاكل بتكبر، وخصوصا في الميراث. ربنا يديك طولة العمر يا حج. بقول لك ايه يا محفوظ، كنت قلت لك سابق ان كل مدة يعني تذبح عجل وتوزعه على الغلابة. ما سمعتش كلامي ليه؟ ليه هتموت على الدنيا؟ ما بصراحة العجول هي اللي ما بترضاش. مالك يا فاطمة؟ شكلك جريزة ان تكوني مهمومة من حاجة. هو محفوظ زعلك تاني ولا ايه؟ ابدا يا امال، سلامتك. مال مالك مش على بعضك كده زي ما تكوني قلقانة من حاجة. بقولك يا امال، ما تيجي نقعد جوه مع محفوظ وابوي، وده يصح برضه يا بنتي. سيب الرجالة يتكلموا مع بعض. انا هبو مالك، انا هبو. مبروك يا دكتور. الله يبارك فيك يا عمتي. رفعت راسنا. ازيك يا جدتي؟ ازيك انت يا نعين. بقول لك ايه، جوز عمتك والدكتور احمد جوا جايين يباركولي. روحي سلمي عليهم. روحي. حاضر يا جدتي. ايوه ادخل يا جدي. تعال يا دكتوره، ما حدش غريب، تفضلي. الله يرضى عنك. ازيك يا جوز عمتي؟ الف مبروك يا دكتوره، شرفت العيله ورفعت راسنا. الله يعز مقدارك.
ألف ألف مبروك يا بنت خالي. الله يبارك فيك أنت يا أحمد. تأمرني بحاجة يا جدي؟ تعيش يا دكتورة. كتر خيرك. بعد إذنكم. تفضلي. ما شاء الله بقت عروسة. الحمد لله. بطلب من ربنا يطول في عمري لحد ما نفرح بيها. ما احنا فيها يا حج. أنا بقول نخلي الفرح فرحياً. تقصديها محفوظ؟ يعني أنا بطلب يد الدكتورة الولد أحمد وهو يبقى زيتنا في دقيقنا وما حدش غريب يخش بناتنا، ولا إيه؟ تو جايين وناويين على كده؟ لا 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 حج، أنا لما وعيت لها دلوقتي اتمنيتها الولد أحمد، ده بعد إذنك طبعاً. وأنت شايف إيه يا دكتور؟ الرأي رأيك يا جدي. وفاطمة تعرف كده؟ بح، واحنا من متى بنتحدث مع الحريمة في حاجات دي ولا بناخد شروطهم حتى؟ ايوه سيبنا فكر، ان شاء الله يحصل كل خير. إيه تحب افاتح انا الباشمهندس احمد؟ قلت لك سيب لي الموضوع ده، انا اللي هتكلم مع احمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا خال؟ ازيك يا فاطمة؟ بخير الحمد لله، ألف مبروك للدكتورة. الله يبارك فيك يا أختي. ازيك يا ولدي؟ كيفك يا عمتي؟ بخير الحمد لله. أبويا وين أمه؟ جوه قاعد مع محفوظ. طيب نخش احنا نسلم عليهم. يلا يا خال. السلام عليكم. ورحمة الله وبركاته. ازيك يا حاج؟ خليك يا حاج، خليك مستريح. ازيك يا باشمهندس؟ ازيك يا محفوظ؟ ازيك يا الضابط؟ عامل ايه؟ شاور اتفضل. اهلا اهلا، تعال سيف اقعد. الجماعة اصلا جايين يباركوا للدكتورة. لا مش كده وبس، احنا جايين عشان استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. جايين عشان نتعشى. لا انت دلوقتي تاخد مرتك وولدك وتتطرقوا، العشاء خليه يوم الجمعة. كلام ايه ده يا ابوي؟ ودي تاجي برضك؟ ما دام الجماعة جايين يتعشوا يبقى لازم يتعشوا. معلش اصلي عايز اريح شوي. كنتوا عايزين تتعشوا من غيري، خلاص. ودي تاجي يا حج، خلاص الجمعة الجمعة، بس ما تنسانيش في الطلب اللي قلت لك عليه. يلا بينا يا ولدي. بعد اذنكم احسن تلاقي البهايم دلوقتي قلقانين علينا. تفضلوا تفضلوا، شرفتوا. يا اهلا وسهلا. فيش فايده فيه محفوظ. مالك يا ابوي؟ انت تعبان ولا حاجه؟ لا اصل موت عز الرجال مأثر فيه حبتين. بس كده؟ كده يا احمد. دي يا ولد. تصبح على خير يا جدي. عايزك في كلمتين يا دكتورة. خير يا جدي. خير إن شاء الله. مين أكتر واحد بيعزك في الدنيا؟ أنت يا جدي. ومين أكتر واحد عايز مصلحتك؟ أنت برضك يا جدي. الحمد لله. لما اكتر واحد بيعزك يشوف مصلحتك في حاجة مش ينفذها طوالي؟ اكيد طبعا. تمام. ايه رأيك في احمد؟ ابوي؟ لا ابوك ايه. دكتور احمد محفوظ ولد عمتك. احمد محفوظ؟ ماله يا جدي؟ جه النهارده هو وابوه وطلبوا يدك وانا وافقت وانت موافقة مش كده؟ الولد ولدنا وعارفين طباعه واخلاقه، وامه بتحبك كيف بنتها، يعني الكل هيشيلك من على الارض شيل. لو في يوم زعلك هضربه بالبلغه القديمه على راسه وراس ابوه. موافقه مش كده؟ من ناحيه ثانيه يا بنتي، ما عايزينش حد غريب يدخل على العيلة، ما عايزينش تعبنا ومجهودنا العمر كله يروح لحد غريب، خصوصا الأرض فيك الخابرة اللي بيحصل في النجع اليومين دول. وعارفة حكاية المرحوم عز الرجال، النجع كلاته بيتكلم عليه، تعرف ليه؟ لأن بناته اتجوزوا أغراب.
انا فاكر المرحوم ابوي عمره ما خد راي اختي من اخواتي في جوازها، لكن لمعزتك عندي اريد اعرف رايك. مش عارفه اقول لك ايه يا جد، تخابر حبي واحترامي ليك جدي. يبقى الف مبروك يا بنتي، اطلب المهر والشبكه اللي انت عايزاها، انا هقول لهم انك وافقتي. الف مبروك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا يا باشمهندس. ايه مالك يا دكتور؟ واقفه كده زي ما يكون في حاجه مزعلاكي. مفيش زعل ولا حاجه يا احمد، ربنا ما يجيب زعل. أبوي هم المالك يا بنتي، ما تتكلمي. محفوظ جوز اختك جه وطلب يد بنتك. ايوه ايوه ايوه. وانت قلت له ايه يا حاج؟ قلت له هفكر في الموضوع لما اتكلم مع الدكتوره، وتكلمت وياها دلوقتي ووافقت. مش كده يا ندى؟ عال عال، يعني انت يا دكتوره موافقه على احمد ابن عمتك؟ ايوه يا ابوي موافقه عن اذنك. الف مبروك يا دكتوره. الف مبروك يا بنتي. كان المفروض يا ابوي نديها فرصة للتفكير أكتر شوية، مواضيع دي تخلصت كده في كلمتين ورد غطاهم. ده جواز والبنت لسه صغيرة، يعني كانت محتاجة اللي يقعد معاها ويتكلم. خير البر عاجله يا ولدي، بعدين ما يصحش نتأخر في الرد على الجماعة. جماعة مين يا أبوي؟ هي فاطمة غريبة؟ ما يستنوا يومين ثلاثة، الدنيا ما طرتش. بقول لك انا اتكلمت ويا الدكتوره وقالت لك انها موافقه وانتهى الموضوع. مش بالسهوله دي ينتهي يا ابوي. لا انتهى وانا موافق. مبروك يا باشمهندس، نشوفك جد عن قريب ان شاء الله. الله يبارك فيك يا ابوي، تصبح على خير. انت من اهله يا ولدي. ها وايه اللي حصل بعد كده؟ ولا حاجه، هو الكلام خلص بعد كده. يا سيدي يا سيدي، دي مايس. رد رد رد. الو. ايوه يا مايس. الحمد لله، كيفك انت؟ وحشتيني طبعا. لا ده انا كنت في مأمورية في معبد حتشبسوت ومعايا ادهم وراجعين على طول. طب دقيقة واحدة دقيقة واحدة. ايه يا اخي مش عارف اتكلم. اتكلم. ايوه مايس، كنت بكلم ادهم. بتقولي ايه؟ جاي الاقصر؟ ميتة؟ لا تجي، تجي بالسلامة ان شاء الله. طبعا فرحان اشوفك على خير. ماشي، في انتظارك. مع السلامة. ايه دنيا؟ امال ناجي فين؟ موجود. هيروح فين يعني؟ هيتوه مننا ولا ايه؟ معقول يكون خرج من غير ما يقول لي؟ ولا خرج ولا حاجه. بتلاقي بسم الله ما شاء الله. طب وضب لنا الفطار. حاضر. صدق الله العظيم. تقبل الله يا ابني. ازيك يا ابويا؟ الحمد لله بخير، انت اخبارك ايه؟ الحمد لله رب العالمين. بص بقى، انا كلمت المكتب الصبح، البنت السكرتيره اكدت الحجز بتاع شرم الشيخ. ولا انت عايز تروح حته تانيه؟ والله انا من رايي ان احنا ناجل موضوع السفر ده شويه لغايه ما افكر انا هعمل ايه يعني. ما ينفعش، ما تضغطش على نفسك قوي كده يعني. بص بقى، السفر ده هيبقى فرصه كويسه انك تفكر عشان توصل لقرار صح. صدقني يا ابويا، انا لو وصلت القرار في حكايه مستقبلي دي انا هستريح من جوايا. بص يا ابني، انا مش هضغط عليك، وبعدين في حقيقه لازم تعرفها،
انا دلوقتي كبرت في السن ومحتاج قوي للي يسندني، مش حلال غير ابني حبيبي هو اللي يقف جنبي. وبعدين في النهايه كل الاملاك دي بتاعتك انت بعد انا ما اموت. ما تقولش كده، هو ربنا يديك الصحه وطولة العمر يا ابويا. خلاص بقى، بص بقى انا اتاخرت، هبلغك بشره مهمه جدا، امك بتوضب لك الاكل بنفسها. والله طب ما تيجي تفطر معانا. افطر معاكم ده ايه؟ لذة الحياه الزوجيه ان الام بتعمل الاكل للابن بس، انما الزوج بيبقى نمره اتنين. سلام. سلام. ايه الجمال والنشاط والحيويه، اجمل ام في الدنيا. صباح الخير. حرما يا حبيبي. جمعا ان شاء الله. عنك يا دكتور. اتفضل اتفضل. طول عمرهم كده عاملين زي نجر ونجير. ايه يا دكتوره، تقدم الشاي لعريسك؟ ها؟ اه حاضر يا جدي. اتفضل يا احمد. شكرا شكرا يا دكتور. بقول لك ايه يا دكتور، اخبار عيانينك ايه؟ كده برضك يا جدي تضحك جدتي علي؟ لا صح، يعني بتتفاهموا ايه ازاي؟ كيف يعني؟ لازم صاحبهم يا جدي وياخدوا علي وصاحبهم عشان يشتكولي ونتفاهم مع بعضينا. يعني هم عارفينك؟ طبعا. ربنا ينولك اللي في بالك يا ولدي. ربنا يخليك لي يا جدي. يعني بجد شفت البرنامج بتاعي يا جدو؟ اه طبعا، كل يوم حاجة جميلة جدا، بس انا عايزك تطوري شوية علشان الله ده هيثم اهو. ايه المفاجأة الجميلة دي؟ ازيك يا جدو؟ ازيك يا حبيبي؟ عامل ايه؟ ازيك يا انجي؟ ازيك يا هيثم؟ اتفضلي اقعد. قول لي اخبار ابوك وامك ايه؟ الحمد لله. لا مؤاخذة يا فوزي بيه، في واحد بره عايز سعادتك. ده اكيد الترزي، اصل بقى بفصل بدل الجديده اليومين دول. عن اذنكم. اتفضل يا اتفضل يا جد. ازيك يا انجي عامله ايه؟ انت عامل ايه يا هيثم؟ واخبار طنط سلوى ايه وخاله عامل ايه؟ كويسين الحمد لله كلهم. على فكره انا لسه شايف البرنامج بتاعك، بصراحه تحفه. ميرسي يا هيثم. انجي انا بصراحه كنت عايز اتكلم معاكي في موضوع كده، ومتهيالي ان هو ده الوقت المناسب. موضوع ايه؟ احنا طبعا متربيين مع بعض يا انجي، وانت عارفاني كويس، متهيالي اكيد حاسه بمشاعري ناحيتك. وانا كمان. بجد؟ يا هيثم بعتبرك زي اخويا بالظبط. اخوكي؟ طبعا، انا طول عمري بحسك كده، واكيد انت كمان بتعتبرني زي ميسا كده بالظبط، ولا ايه؟ لا هو انا مش قصدي كده، انا قصدي ان انا وانتي. انا عارفه انت تقصد ايه كويس قوي يا هيثم، بس لو سمحت اقفل على الموضوع ده لان مشاعري مش هتتغير. عن اذنك بقى، عشان انا محتاجه جد ضروري في موضوع مهم. لا يا جماعه، دي مش دراسه جدوى، دراسه الجدوى الحقيقيه هي اللي تعرفنا احتياجات السوق ايه وانتاجيتنا شكلها ايه، وهنقدر نغطي السوق ولا مش هنقدر نغطيه، والنوعيه وال... مساء الخير. اهلا. مساء الخير ناجي ابني. اهلا اهلا حبيبي. ازاي صحيح؟ قلت ايه؟ على خيرة الله. ناجي ابني هيشتغل معانا من النهارده. حمدي بيه بعد اذنك. اتفضل. ناجي مسؤوليتك من النهارده، تعرفه كل حاجة في الشركة، هو أمانتك، كل كبيرة وصغيرة في الشركة لازم تعرفها. تحت أمرك صدق يا باشا. ما تحضر الاجتماع بتاعنا؟ اتفضل. كنا بنقول ايه بقى؟ دراسة الجدوى الحقيقية هي التي توازن بين متطلبات السوق وإنتاجية الشركة. اتفقنا على الخط ده ولا ما اتفقناش؟ وللشموع دموع وللمشاوير
مسموع وللشموع دموع Shall we?